دكتور مصطفي مدبولي توجيهات رئاسية بضرورة العمل على زيادة مساحات استصلاح الأراضي. أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تسعى بجهود حثيثية نحو توفير متطلبات الأمن الغذائي من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية والهيئات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمات الوطنية وأجهزة الدولة المختصة بهدف زيادة المساحات المزروعة بأهم المحاصيل الاستراتيجية، وذلك في ظل توجيهات سيادة الرئيس. وخليني أسأل حضرتك يا أستاذ علاء، وإحنا شايفين إن في طفرة كبيرة في مجال الزراعة، ومش هقول شرق العوينات، مش هقول الفرافرة، مش هقول الدلتا الجديدة، مش هقول كل هذه المشروعات اللي بتعمل في وقت واحد، ولكن كفاية أقول إن إحنا كان لينا الفخر في أزمة جائحة كورونا كنا بنصدر للدول الأوروبية من أجود المحاصيل بالنسبة للبرتقال والفاكهة والموز. يعني الوقت اللي كان العالم كله بيئن كنا إحنا بنصدر للخارج. وكمان استراتيجية وفكرة سيادة الرئيس إن إحنا يكون عندنا اكتفاء دايماً من فكرة الغذاء بالنسبة للقمح وبالنسبة لكل المحاصيل. تعليقك يا أستاذ علاء. يعني كلام حضرتك يعني أساساً يعني مش عايز إضافة مني في هذا الموضوع بالتحديد، لكن خليني أقول لحضرتك إن هذا زي ما قلنا إن إحنا تصدرنا ذهب في عدد من المحاصيل في أزمة كبيرة جداً اللي هي أزمة جائحة كورونا، وحتى في الحرب الروسية الأوكرانية. ده كان نتيجة إيه؟ هل نتيجة ان ده كان موجود عندنا وفايد؟ لا طبعا لا، ده نتيجة ان انا في الفترة الاخيرة في الثلاث اربع سنوات الاخيرة ان انا اضفت للمساحة الزراعية اللي كانت 6 مليون فدان على مدار عقود طويلة، على الرغم من زيادة عدد السكان الضعف او الضعفين في فترة وجيزة، ان انا زودت ما يقرب من 50% لمساحة الزراعية. مساحة الزراعية اللي كانت 6 مليون فدان قربت على 9 مليون فدان، والرئيس زي ما وعدنا في 23 و24 هنصل لل10 مليون فدان. بالامس القريب في افتتاح محور المحموديه وافتتاح محور الشهيد ابو ذكري، الفريق ابو ذكري في اسكندريه، شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي اشار لعده نقاط مهمه جدا في هذا المجال. ان انا على المجال ده فقط، ان انا لو ذكرت موضوع القمح، ان انا ادخلت في مجال الخدمه او في مجال الانتاج الزراعي، ان انا في هذا العام تحديدا 250 الف فدان زياده تم زراعتهم قمح، وان العام القادم ان شاء الله هيكون ما تزرعه مصر مليون فدان. هذا يعني ده رقم كنا بنحلم به منذ سنوات. اعتقد ان المليون فدان دول ان شاء الله باذن الله في العام القادم هنكون وفينا بجزء كبير جدا من احتياجاتنا من هذا المحصول الاستراتيجي الهام اللي هو القمح، اللي هو الدول بتحارب بيه بعضها في هذا الوقت. وشفنا لما ازمه روسيا واوكرانيا اشتدت شويه، شفنا السعر ارتفع ازاي، وشفنا ده كان على كافه الاسواق العالميه مش على السوق المصري بس فقط. فده اللي بيخلي الدوله المصريه دايما سياده الرئيس يصدر توجيهاته، وشفنا دوله رئيس مجلس الوزراء المهندس الدكتور مصطفى مدبولي بيتابع تنفيذ ده، سواء بالتعاون بقى مع وزاره الزراعه والهيئه الهندسيه وعلى العديد من الهيئات المسؤوله. لكن خليني اقول لحضرتك ان انا بشيد بجهود الدوله في هذا الوقت بالتحديد نتيجه شيئين مهمين جدا. اولا التوسع الزراعي، التوسع الراسي والتوسع الافقي، سواء كان في المساحه او في الانتاجيات او في نوعيه الزراعه نفسها او نوعيه المحصول نفسه. ان انا عندي بعد ما كان محصول الارز والقمح بيدي نسبه اقل، النهارده تضاعفت الكميه او تضاعفت الكميه او وصلت زاد انتاج القمح في الفدان من 10 اردب الى 15 و20 و25 كمان نتيجه المراكز البحوث الموجوده في جميع محافظات مصر وفي جميع الاراضي المصريه، ونتيجه الاهتمام اللي بتوليه الحكومه لهذا الملف. لكن خلينا اقول برضو على نقطه سلبيه هي موجوده، ويا ريت احنا مش بنتكلم عن ايجابيات فقط وزي ما عهدنا في وقتنا الحالي، احنا بنتكلم عن الايجابيات بنشيد بيها والسلبيات. خلينا اقول ان بعض شركات القطاع الخاص او بعض المسؤولين في وزاره الزراعه للاسف الشديد اللي بنشوف في الوقت اللي بنشوف فيه رئيس الدوله بيجوب جميع انحاء مصر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من اجل زراعه كل شبر صالح للزراعه او كل شبر متواجد ليه ماء ان انا ازرعه،
للأسف الشديد بعض المسؤولين عن ملف الزراعة بيعرقلوا ده من خلال اتخاذ سياسات غلط أو ارتكاب بعض جرائم فساد. ويمكن احنا بنشوف ده، وانا بحب اشيل للموضوع ده تحديدا، لان انا شايف بعض المسؤولون في الزراعة للأسف الشديد بيعرقلوا هذه النجاحات. لما اشوف الهيئة الهندسية واشوف بتنفذ جهود سيادة الرئيس ازاي في التوسع، واشوف حتى وزارتي الداخلية والدفاع بيحاولوا ان هم يعملوا معارض سلع لتخفيف الاسعار السلع والمنتجات الزراعية نتيجة قيامهم بالمساعدة في ده من أجل التيسير على المواطن المصري. صحيح يا فندم. أشوف وزارة زي وزارة الزراعة للأسف الشديد بتتخذ بعض الـ 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 القرارات بتعيق المواطن من خلال إدخالها بعض الشركات الخاصة في توريد بعض مستلزمات الإنتاج زي الأسمدة وغيره، نوعيات رديئة جدا. نوعيات رديئة، وأنا لدي الملف كامل في هذا الموضوع من أجل تحقيق مكاسب شخصية. أعتقد أن ده ليس من اللائق في ظل الجهود اللي بتبذلها الدولة وسيادة الرئيس وكافة المؤسسات.